بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماهير الشعب السوداني الأوفياء، تحية لكم جميعا. في البداية بنحييكم بالاستقلال المجيد، بنحييكم وإحنا كلنا كشعب سوداني بنعمل على تحقيق استقلال جديد لنا من مستعمر جديد اسمه نظام المؤتمر الوطني. في البداية بنحيي الشهداء جميعا، شهدائنا الكرام سقطوا من يوم 19 ديسمبر ولحد الليلة، اللي ارتقت أرواحهم وسقت دماؤهم شجرة الحرية الوريفة في بلادنا. التحية للشهداء جميعا سقطوا من عام 1989 ولحد اليوم، شهداء الحروب العبثية اللي قام بها النظام اتجاه المواطنين السودانيين في جنوب السودان وفي دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان. التحية للمعتقلين والمعتقلات بالمئات الآن في سجون النظام، ولحد يوم الليل احنا ما قادرين نحصيهم بصورة كاملة. بنحيي المرأة السودانية اللي تقدمت صفوف الثورة السودانية وناضلت كتفا بكتف ويدا بيد مع الرجل السوداني. تحية للشباب وقود الثورة وطلائعها الأولى. التحية لكل القطاعات المهنية الساهمت وما تزال بصورة كبيرة في تصعيد العمل النضالي والعمل الثوري اليومي من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني. التحية موصولة لكل أطياف الشعب السوداني شمالا وجنوبا شرقا وغربا. الشعب السوداني اتوحد الليلة حول مطلب واحد وعريض اسمه إسقاط النظام فورا وبناء دولة سودانية بتلبي طموحاتنا جميعا كشعب سوداني عانى لقرابة 30 سنة من ويلات نظام المؤتمر الوطني. أنا محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين. الليلة بنلتقيكم من أجل توضيح بسيط عن إعلان الحرية والتغيير، الإعلان الصدر قبل حوالي ساعة في صفحة تجمع المهنيين السودانيين. إعلان تجمع المهنيين السودانيين أو إعلان الحرية والتغيير هو إعلان بيهدف في المقام الأول لتوحيد الشعب السوداني حول خطوط عريضة، خطوط التغيير العريضة. وخطوط التغيير العريضة دي اللي احنا ساعين انه نعمل عليها هي بتوافق كل مكونات الشعب السوداني من احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وكل الطيف السوداني اللي اتفق حول اسقاط النظام. اول بند من اعلان الحرية والتغيير هو التأكيد على التزامنا التام بكل مكوناتنا وكل اطيافنا على العمل اليومي والمستمر والمتواصل من أجل إسقاط النظام، وهو ده الهدف الأول المتفقين عليه جميعا. الإعلان هو جاء بمبادرة مشتركة من تجمع المهنيين السودانيين ومن قوى حية في المجتمع المدني ومن عدد من الأحزاب السياسية والكتل التحالفية. والليلة بنقدر نقول بكل ثقة إنه إحنا توصلنا على توقيع الإعلان من قبل تجمع المهنيين السودانيين رقم واحد، ومن قبل قوى الإجماع الوطني وقوى نداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض. إعلان الحرية والتغيير: نحن شعب السودان في المدن والقرى شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسطا بكافة قوانا الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا الإعلان أننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخلاص من نظام الإنقاذ الشمولي ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط. ثانيا، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية يتوافق جميع أطياف الشعب السوداني عليها، تحكم لأربع سنوات وتطلع بالمهام التالية: 1. وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعا إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضا عادلا وناجزا ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية. 2. وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية. 3. عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل. 4. الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي
يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية النظامية بين قوسين بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة. خمسة، إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون. ستة، العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها. سبعة، تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن سياسة المحاور، مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان. 8. التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان، مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال. 9. إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور. 3. وقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمات عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية. بالتوقيع على هذا الإعلان الذي تظل بنوده مفتوحة للإضافة، خاصة فيما يتعلق بمهام الحكومة الانتقالية، وذلك لاستيعاب جميع هموم وطموحات الشعب السوداني، والذي سيتم فيه أيضا المزيد من التفصيل باستصحاب كافة المواثيق والاتفاقيات الموقعة سابقا من قبل الكتل والأحزاب السياسية المعارضة. نؤكد أننا سنظل بالشوارع متمسكين بكافة أشكال النضال السلمي إلى أن تتحقق مطالبنا، وندعو إخواننا وأبناءنا في كافة القوات النظامية للانحياز إلى جانب الشعب ومصلحة الوطن والمواطن، وعدم التعرض للمواطنين العزل بالقتل والتنكيل، لحماية البشير ونظامه الذي سقط فعليا أمام إرادة الجماهير الباسلة. الخرطوم، الأول من يناير من العام 2019. إعلان الحرية والتغيير زي ما ذكرنا هو إعلان بيأكد أولا على ضرورة التزامنا جميعا من تجمع مهنيين سودانيين ومن أحزاب وقوى سياسية معارضة ومن منظمات مجتمع مدني ومن جماهير الشعب السوداني على الخط العريض الموجود في الإعلان أولا، وهو العمل السلمي اليومي من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني. بنأكد برضو في تجمع المهنيين السودانيين استمرارنا في عملنا الجماهيري المستمر والمتواصل بالتنسيق مع كافة القوى السياسية ومع كافة جماهير الشعب السوداني ومع كل الطيف السوداني بشكل عام. بنأكد على دعمنا في تجمع المهنيين على لكل أشكال الحراك الجماهيري. بندعو للتظاهر اليومي والليلي في كل مدن السودان حتى إسقاط النظام، وبندعو للاستمرار في التنسيق من أجل خلق أكبر جبهة ممكنة للوصول لغايات الشعب السوداني في إسقاط النظام وفي تحقيق دولة سودانية تحقق طموحاتنا جميعا كشعب سوداني. في الختام، لا يسعني إلا أن أعيد الترحم على شهدائنا اللي ارتقوا من يوم 19 ديسمبر لحد الليلة، وبنحيي أمهاتهم وآبائهم وإخوانهم وأسرهم جميعا، وبنشد من أزرهم وبنقف معاهم وقفة حقيقية، وبنقول لهم إنه إحنا حنواصل في عملنا ده وفاء لدماء الشهداء أولا، ووفاء لضمائرنا ثانيا، ووفاء لطموحاتنا في تحقيق دولة أفضل بنستحقها جميعا. وشكرا والسلام عليكم.